تحسبا لموسم الشتاء، باشرة الحماية المدنية بولاية غردعية رفقة مختلف الفاعلين بانطلاق القافلة الكبرى التي تجوب الشوارع والأماكن العمومية حول الاختناق بالغاز. لهذا الغرض نسقنا مع مدير التجارة شركة سون الغاز، حماية المستهلك ومدير التربية وكل فاعلين والمتدخلين في الميدان، ووضع حيز هذا التطبيق النشاطات المبرمجة والسهر على ضمان نشر واسع لمختلف النصائح والإرشادات. تشمل جميع بلديات ولاية غردية تقوم بمختلف النشاطات بهدف إيصال معلومة وتحسيس المواطنين وزبائن المديرية على وجه الخصوص بالاستعمال الأمثل للغاز الطبيعي، وذلك بهدف تفادي الحوادث الناجمة عن الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون. خللت الحملة توزيع مطويات للمواطنين والإرشادات الخاصة بتفادي اختناقات الغاز التي أثنوا عليها كثيرا. نشكر الحكومة تاعنا ونشكر الحماية المدنية ونشكر اللي راه واقف مع الوطن، وبارك الله فيكم وفجزكم الله بخير. هذه الحملة التحسيسية اللي داروها الإخوة الله يبارك فيهم إن شاء الله ويجعل إن شاء الله بركة في حياتهم، هذه راهي إشارة للمواطن باش يستحفظ على حياته لأنها هي المهم. ولتبقى الوقاية مسؤولية الجميع من أجل تفادي الاختناقات بالغاز.